معكم رشيد تحماني فلوج جديد. المهم يلا فقت و راكم عارفين البلان، الناس في انستغرام اللي عارفين البلان. انت شو هاد التحدي؟ ابقى نحط داك لي بول ديال السونداج، نحط لكم جوج ديال الاختيارات على شي حوايج غادي نديرهم، شي حوايج اللي غادي ناكلهم، واللي صوتوا عليهم غادي نديرهم. المهم داكشي اللي درنا، وفهاد الفلوغ غادي تشوفوا معنا كلشي ان شاء الله. خليكم معنا. الفطور عندي الشوفان البيضاوي، الشوفان هذاك اللي كبير، ما لقيت الصغير عذبني الصراحه واحد شويه. الشوفان البيض تميراج 1 2 3 4 5 6 حيد وحده غتبقى 5. هادشي اللي كاين، يلا بالصحه والراحه. واش خوتي، المهم انا رجعت لكم واحد البلان. ما بغيتش ندير البول على الرجعه حيت حنسرتوني في المزيه، نجيت على رجلي، ما بغيتش ندير البول. المهم ارتاحوا شويه. المهم تحركوا دابا للدار ونقصيو، حطيت واحد البول عاد دابا شويه شنو غنخدم، واش الليكس اولا الارمز. المهم نوصل للدار غادي نشوف داك البول، نشوف الريزالت ديال داك البول، شحال ديال الناس صوتوا على الليك، شحال ديال الناس صوتوا على الارمز، داكشي اللي غنضربو. يلا خليكم معنا الخوت. واش اخوتي، المهم انا يلا غنتحرك لاصال، انا حدا لاباز لاصال كيلا تجي بغيتو الليكس كنضربو الليكس. المهم تشوفو في لاصال. الحمد لله. واش خوتي، المهم يلا ضربت البوست ورك اوت كما شفتوا اخر ضمايا هذيك، والصراحه غادي نسالي الفلوغ هنايا، فلوغ ما طويتش بزاف وما قصيرش. هاد الفلوغ درتوها باش ما نغبرش بزاف. المهم تشوفوا في الفلوغ الجاي ان شاء الله.